رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وهلا فقرة الأبراج. اليوم رح تحكي لنا آلاء عن موضوع جدا مهم، وبما إنه إحنا خميس وداخلين على ويكند، رح تحكي لنا شخصية كل برج بالرحلات كيف بيكون، علشان نعرف نرافق الشخص المناسب. صباح الخير آلاء. يا صباح الأزرق. عن جد ما عشان تروح. يعني أنا تغزلت بلبنى ولازم برضو أتغزل فيكي، يعني أمر اليوم أنا. مبين إنه خميس. صادق. يعني بهجتك مبين خميس. بالضبط بهجتك خميس. من وجهنا مبين إنه خميس. مبسوطين. لا الموضوع كتير مهم، وبما إنه برضو داخلين إحنا على ويكند. بالضبط. بدنا نعرف شخصيات كل برج بالرحلات علشان نعرف كل واحد، يعني نعرف احنا بكل رحله مين الرافق. عشان بكره او اليوم اذا طلعوا حدا مع حدا يعني تكونوا عارفين اليوم برجه بالضبط. تعاملوا معه زي ما بحكي لكم تتعاملوا معه. تمام اوكي نحاول. ونقول مرحبا يا اصدقائي من جديد فقره الابراج. مفتاحك هو برجك. بما انه اليوم خميس وبكره الجمعه، فاكيد لما نطلع مع اصحابنا مع الناس اللي بنحبهم مع العيله بنطلع مشوار، فبرضه من الأشياء لازم نرتبها الشخص هذا بس نطلع معه كيف لازم نتعامل معه لحتى يكون مبسوط معنا بيطلع معنا مرة تانية، مش يحلف يمين إنه خلاص آخر مرة بيطلع معنا فيها صراحة. اليوم كيف تتعامل مع كل برج بالمشاوير أو الرحلات؟ بداية مع برج الحمل، إذا كان عندك كسل وخمول ونكد، نصيحة ما تتعامل مع برج الحمل بالمشوار أو ما تطلع معه أصلاً، لأنه برج الحمل حدا كتير ضحوك، بده يكون مبسوط وطالع ينبسط، طالع يضحك، طالع يمرح، طالع يغير جو، طالع يخفف دم، وكل شوي طلق انكشه هيك، احكي له تعال نعمل مغامرة، تعال نعمل هاي الشغلة، تعال نشوف هذا المكان المجهول مثلا. حاول كل شوي الهيب بالمغامرات، الهيب بالأشياء، بالاندفاع اللي عنده. عنده طاقة كتير عالية برج الحمل، بلاش يلتهي فيك أنت ويجننك طول الرحلة ويأكل رأسك يعني. فانتقالنا لبرج التور، حاول لا تكون بالمشوار عشوائي وفوضوي، يعني قبل ما تطلع المشوار اصلا حاول تكون مرتب كل شيء. مثلا نفرض رحله، ضروري جدا تكون مرتب للمكان اللي بدك تروح عليه، الاشياء بدك تاخذها معك، اذا بدك تعملوا اكل مشاوي كذا ارجيله، اوعى تنسى شيء، كل شيء يكون مرتب منظم. برج التور بحبش الاشياء المفاجئه، يلا نطلع يلا نطلع، لا بحب كل شيء يكون مرتب ومش عشوائي. وحاول اذا بدك تاخذه مشوار عادي مش رحله، تاخذه على المطاعم الراقي فيها اكل زاكي، وتكون انت متاكد ومجرب هذا الاكل، لانه التور عنده مشكله مع الاكل اذا مش زاكي او لا. عادي بنفس اللحظه بقول لك مش زاكي وما بتاكل ما بكمل اكله، فعشان ما يتنكد عليك مشوارك. بنروح على الجوزاء. الجوزاء اعطيه فنجان قهوه وقطعة حلوة اشي زاكي هيك، خذوا على جنب، احكوا باشياء عشوائيه هيك اشياء مجنونه، اوعى تكون جدي، ما تحكي بالشغل نهائي. برج الجوزاء طالع يغير جو، طالع يغير مزاجه، يفصل عن العالم وعن حياته الروتينيه، ما تذكروا بالاشياء الروتينيه اللي بنهاره او طول الاسبوع. نفس الوقت ما تضل ملزق فيه 24 ساعة، يعني اعطيه مجال يتنفس هو، لأنه هو بزهق بسرعة ويمل بسرعة. شغلة تانية كمان، إذا حسيته هدي وبلش إنه في عنده صمت، فمعناه هو انتهت بالنسبة له الرحلة أو قاعد بشحن طاقة، فاتركه ليشحن طاقته يرجع لك بالاندفاع مثل أول ما طلعت المشوار. تعالوا نروح على برج السرطان. برج السرطان على فكرة فيه أشياء من الجوزاء. برج السرطان كمان ما عنده حدود للمرح وللسعادة وللضحك وللمزح، أي مكان بيكون موجود فيه هو دائماً بيعطي طاقة إيجابية اللي حواليه. بعدين ورجيه إنك أنت مبسوط، هو بتكفل بإسعادك طول الوقت، غني رقص، هو بيكون مبسوط إذا شافك عملت هيك، فمعناه هو قدر يسعدك بالمشوار. وكمان نفس الشيء، نفس الجوزاء خذه على جنب، اهم شيء في اكل، اذا ما في اكل نصيحه لا تاخذ معك برج السرطان اي مشوار. اذا في اكل حط له اياه قدامه وبلشوا احكوا واضحكوا وامزحوا، واعطيه مجال بالاندفاع اللي عنده، اعطيه مجال بانه يرقص يغني، اقنعه انك انت مبسوط معه بالمشوار. بنروح على الاسد. عنده مرح كثير الاسد، عنده طاقه كثير عاليه لكن تقيل، تقيل شوي. حسسه انك انت برستيجك عالي، اوعك تحسسه انك حدا ضعيف وعادي، والبس لبس منيح، خليك انيق، لانه اذا ما كنت هيك برستيجك عالي ولبسك حلو وانك ما عندك ضعف بالمغامرات وما بتخاف من المغامرات او بتخاف عفوا من المغامرات، رح تكون اخر طالعه مع الاسد. حسسه انك انت شخصيتك قويه، بتقدر عادي تغامر، ولبسك مرتب وانيق وعندك اندفاع مثل الاسد.
ننتقل لبرج العذراء. أهم إشي تكون بهتم بنظافة المكان، بنظافة نفسك، تكون حابب تعمل مغامرات، بس مش المغامرات اللي بتلفت الانتباه بتلفت الأنظار للحواليك. يعني ما ترفع صوتك، ما تعمل مغامرات إنه بمكان فيه حشود من الناس، لأنه برج العذراء بحب الخصوصية كتير، فبحب يبسطك عادي قد ما بدك، لكن بدون ما الناس تنتبه لهم، لأنه هو ما بحب الأضواء والشهرة مثل الأسد. يعني هو بحب الأماكن برضو اللطيفة اللي فيها شجر وطبيعة، إذا حبيت تاخده هيك أماكن. نشوف الميزان. خلي مزاجك دائما صافي بالرحلة، نصيحة طول الرحلة خلي مزاجك صافي، سمعوا الأغاني، حطوا له أشياء زاكية، مشروبات، أكل، حاول طول الوقت اهتم بالكماليات، هو ما بتهمه الأساسيات، بتهمه الكماليات، الزينة، المكان اللي أنتوا فيه، الأغاني، الأشياء الحلوة، الأكل الزاكي، هاي الأشياء ساعتها تملك الميزان للأبد بكل مشاويرك. بنروح على برج العقرب. أول وأهم إشي يكون مرتاح لك نفسياً. إذا مش مرتاح لك نفسياً على فكرة ومتقبلك كمان أهم إشي كمان، إذا مش مرتاح لك نفسياً ما رح يطلع معك أبداً. خليك حدا نغش معه، ما تقل دمك، يعني ما تزودها بكل إشي، يعني حاول خليك دمك خفيف تتجاوب معه بالأشياء، لا تجامله ولا تتصنع، اتعامل بلطافة بس مش متصنع لأنه هو رح يحس. خليك على طبيعتك، ما تكون درامي، إذا صار أي موقف حاول اتجاوز الموقف واعمل منه نكتة مثلاً، وقتها هو بيفتح لك قلبه وبلش ينبسط معك بالمشوار أو بالرحلة. بننتقل لبرج القوس. هذا برج القوس أصلاً لحاله طالع رحلة، هو حدا طالع رحلة من الله هيك لحاله. فحاول أنت إذا بتحب المرح وبتحب الجنان، بتحب المغامرات، بتحب الأشياء فيها اندفاع، فبيلبق لك تطلع مع برج القوس. بنصحك تطلع معه، ما تكون غامض، ما تكون متكلف بالأشياء، ما تتظاهر بأشياء أنت مش حاسسها من جواتك، كون على طبيعتك، اوعى تكون بخيل، اوعى تكون جدي. بيقطع الرحلة وبروح برج القوس، فيش عنده برج القوس ما بستحي، إذا إشي ما إجى على مزاجه بيحكي عنه بمل ويسحب حاله وبروح. وحاول دائما شجع أنك تعمل مقالب بالناس، هو بحب المقالب كتير على فكرة، يعمل مقالب بالناس وينغش. بروح على برج الجدي. الجدي الجدي لطيف بالرحلات، مع انه حدا كثير جدي، لكن هو لطيف بالرحلات ومغامر بس بدون مخاطره، يعني بحب انه يروح على مكان فيه مغامره بس مش مخاطره على الحياه او ممكن انها تاذيه. لازم تكون مخطط ومرتب للمشوار ومسيطر على الامور، يعني حط براسك انك مرتب لكل هاي الاشياء مثل برج الثور، تكون مخطط للمشوار المكان رايحين عليه، وبعدين بتحكي وقتها مع برج الجدي. على فكره برج الجدي عندي برج الجدي عنده طاقه كتير صغيره، فحاول بمشوارك استغل كل اشي بسرعه وخلص مشوارك قبل ما ينام. بننتقل لبرج الدلو. خليك مع الدلو سريع البديهه، يعني إذا حكى لك نكتة انتبه عليها، افهمها بسرعة، اضحك عليها، حاول كون معه حدا متفاعل طول الوقت، عندك حماس، اتفهم الحساسية الزادة عنده، وحاول كمان ما تنتبه لغرابة الأطوار اللي عنده وللجنون اللي عنده، وما تكون حدا ممل لأنه هو بزهق بسرعة. بننتقل لآخر برج معنا، هو برج الحوت. اشعر انك مستلطفه قبل ما تطلع مع المشوار، انك معجب بشخصيته، معجب بحماسه، معجب بالاشياء اللي هو بيعملها دائما، خليك مرتاح معه، حس انك طول الوقت مرتاح، ما تكون كثير الشكاوي لانه هو حدا بمتص طاقه الناس والاخرين اللي حواليه، فتخيل كل هاي الطاقه تكون سلبيه فهو رح يكون سلبي، يقلب مزاجه وينكد ويصير بده يروح. الاماكن المفتوحه والطبيعه كثير بتهمه كثير بحبها، خليك دائما ايجابي، خذه على الاماكن مفتوحه فيها طبيعه واكلات زاكيه كمان، انه الحوت بحب الاكل. بهيك بنكون خلصنا فقره الابراج لليوم، ان شاء الله يكون الويك اند تبعكم شيء كثير حلو واستفدتوا مني واستفدتوا من الاشياء حكيتها اليوم، بشوفكم بالفقرات الجايه. الى اللقاء يا اصدقاء.